We are live now. Great. مرحبا. شكرا لاهتمامكم بموضوع نقاشنا اليوم عن الشباب وشكرا لانضمامكم لأول جلسة عم نبلشها اليوم جلسة حوارية عن الشباب بمنطقتين وبدولتين مثقلتين بعبء الأعباء الاقتصادية بالأعباء الاجتماعية والسياسية بظاهرة البطالة وبعبء اللجوء ومؤخرا زادت عنا عبء اللوك داون والانغلاق اللي أحدثته الكورونا. قبل ما نبلش الموضوع في نقاشنا اليوم بحب أكد أنه اللغة اللي رح نستخدمها اليوم في حوارنا هي اللغة العربية، فبتمنى من أي حدا منضم لإلنا وبحتاج أنه يستخدم اللغة الإنجليزية أنه يستخدم الكبسة تبعت الانتربريتيشن في أسفل الشاشة. رح أتوقف بس عشان أحكي مع الناطقين بغير اللغة العربية. Hi, and thanks for joining us for this first discussion about youth in the region, focusing on Jordan. For those who are keen to listen to us in English, kindly press the interpretation button at the bottom of the screen, and make sure to mute the original language so that you're able to listen to the interpreter. بحب ألفت نظركم إنه هاي الجلسة راح تكون مسجلة. بالإضافة إنها راح تكون لايف على الفيسبوك بيج تبعت Center for Lebanese Studies. راح إن جلستنا الحوارية راح تكون مقسمة بالشكل التالي. خلال بتمنى إنه أكون بريسايز بالوقت، خلال 10 دقائق راح أعطي مقدمة عن بحثنا. بعدين راح أسلم لزميلي، أنا اسمي عروب العابد، وراح أسلم بعديها لزميلتي دينا بطشون لتحدثنا، اللي هي باحثة ومتخصصة في مجال التعليم. دينا راح تحكي لنا عن الأسئلة البحثية اللي استخدمناها وعن الأسلوب البحثي اللي استخدمناه في الميدان، سواء الكمي أو النوعي، بالإضافة للمسح الجغرافي اللي عملناه. بعد دينا راح أسلم لأنس، زميلي أنس كولاغاسي. أنس بيجي من المدرسة الفكرية اللي بتنبثق من فكر روبرت تشامبرز بالتشاركية بالparticipation، وساعدنا أنس بالأسلوب التحليلي للبحث، فراح يقدم كيف شو الأسلوب اللي استخدمه معنا في بحثنا. بعدين رح أسلم للفنانة والكوريتر واللي ساعدتنا في تنسيق الإكزيبيشن والنهر الحياة للشباب دانا برقاوي، حتى إنها تحكي لنا عن الطريقة اللي ساعدت فيها الشباب ليوجدوا رسماتهم ويفكروا بمعطيات حياتهم عن طريق نهر وعن طريق رسمة. بحب ألفت نظركم إنه إلنا أسبوع أطلقنا المعرض الافتراضي، بنتمنى منكم إنه يصح لكم تدخلوا عليه تشوفوه وتطلعوا على الرسمات وعلى الحكايات اللي حكوا لنا إياها الشباب كلهم عن لوحته. المسار الحياتي للشباب من التعليم إلى العمل هو عنوان البحث اللي درس من قبل فريقين من الباحثين من مركز الدراسات اللبنانية. الفريق الأول كان موجود بلبنان ودرس ثلاث مناطق، والفريق الثاني اللي نحن اليوم عم نحكي عنه هو اللي كان موجود بالأردن ودرس بالتحديد محافظة عمان خلال عامين متواصلين. الفئة اللي استهدفناها في بحثنا هم المواطنين الدولتين الأردنيين واللبنانيين، إضافة للاجئين الفلسطينيين والسوريين. رح ننشر التحليل اللي عملناه عن هذا البحث بمتغيراته الكتيرة عن 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 عبر أكثر من طريقة. رح نستخدم أوراق أكاديمية، وهلا في الوقت الحالي في عنا أوراق أكاديمية قيد النشر، مشاركات في بعض المؤتمرات، رح في عنا عدد خاص رح نطلقه في إحدى المجلات العلمية. رح نطلق عن قريب الدراسة الكمية، دراسة المسح الكمي اللي عملناها لتطلعوا على النتائج، وعندنا تقرير سياسات رح نقدمه لأصحاب القرار بالتحديد بالأردن. وإضافة إلى ذلك عندنا فيلمين وثائقيين، فيلم مختص بلبنان والآخر بالأردن. الفيلم تبع الأردن نتمنى أنه يكون جاهز بآخر هاي السنة.
إضافة لكل هذا، اليوم نحن عم نطلق البداية للجلسات الحوارية اللي بتهدف إنه نحن نتحدث فيها مع الباحثين، مع المبدعين اللي شاركونا بالمنتجات الإبداعية، the creative production، سواء كان بالعروض المسرحية اللي صارت في لبنان أو المعرض الافتراضي اللي أنتم هلأ ممكن تشوفوه واللي صار عن الشباب، نهر الحياة للشباب في الأردن. رح نتحدث خلال الجلسات القادمة بهاي الجلسات الحوارية مع الشباب اللي كنا قابلناهم بمواضيع متعددة، رح نتحدث بمواضيع كانت عبروا عنها بقلقهم، سواء كان بالبطالة، سواء كان المشكلات اللي عم بيعانوا منها أو الفرص اللي هم عم بيغتنموها في حياتهم. الجميل في هذا الجانب من إطلاقنا للحوار إنه نحن عم نعمل هذه الجلسات التشاركية مع الشباب، كأنها وعم نوجد لهم المساحة ليعبروا فيها عن نفسهم، نوجد لهم المساحة ليعطونا فيها عن مشاعرهم باتجاه التحديات والفرص اللي عم تكون أمامهم في مسارهم الحياتي. فبتمنى منكم إنكم تتابعونا بإعلاناتنا القادمة عن الجلسات الحوارية القادمة، بتوقع إنه نحن عندنا من 5 لـ 6 جلسات لايند أب لإلنا بنتظرونا. قبل ما أبدأ ما بسعني إلا إني أشكر الأجسام اللي مولت بحثنا. شكرا للـ ESRC، مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية في بريطانيا. شكرا لمركز الدراسات التنموية الدولية في كندا IDRC. شكرا لمؤسسة المجتمع المفتوح Open Society Foundation اللي مولت هذا الجزء تبع الـ Creative Production من عملنا، واللي ساعدت بحثنا إنه يحقق إحدى أهدافه بالتشارك مع الشباب، بالتحليل والتفكير مع الشباب، لا تحليل لا النظر في مسارهم الحياتي. شكر كمان لكلية لومينوس الجامعية التقنية قسم صنع الأفلام اللي ساعدونا ووفروا لنا شاب ساعدنا بتصوير جلسات التحليل والرسم، وقاموا كمان بمنتجة المادة المسجلة اللي ممكن إنكم تستمعوا لإلها عبر المعرض الافتراضي اللي أطلقناه وموجود على الويب سايت تبع Center for Lebanese Studies. نشكر كمان ليوان اللي استضافتنا نحن الفريق الأردني لمركز الدراسات اللبنانية. ليوان هي مساحة شبابية وكانوا المكان المناسب اللي أعطانا أكسس أعطانا لقاء مع الشباب اللي بيجوا على مثل هاي المساحة، فبنشكرهم. وأخيرا طبعا بنشكر الشباب اللي أعطونا من وقتهم بمحافظة عمان من شمالها لجنوبها، أعطونا من وقتهم، أعطونا من تفكيرهم، أعطونا من عواطفهم الصادقة فيما يتعلق بالفرص والتحديات اللي هم عم بيواجهوها في حياتهم اليومية، فشكرا جزيلا لإلهم. البحث بالأردن. الأردن إلها تاريخ مع اللجوء. أكبر مجموعتين اليوم موجودة في الأردن، المجموعة الأولى هم الفلسطينيين غير الحاملين للجنسية الأردنية اللي بيحملوا جوازات سفر مؤقتة ما بتعطيهم حقوق المواطنة. هدول هم اللاجئين اللي أجوا من غزة عام 1976 67 أنا آسفة، وفلسطينيين الضفة الغربية. يقدر عدد هاي المجموعة اليوم حسب الإحصائية اللي عملت ب 2015 ما يقارب لـ 600 ألف فلسطيني. إضافة لهذه المجموعة في عنا فلسطينيين جاءوا من سوريا أثناء الحرب. هدول الفلسطينيين أجوا حملة لكروت المسجلة للوكالة الغوث الدولية، وعددهم حسب وكالة الغوث حوالي 18 ألف، وما زالوا يلجأوا إلى وكالة الغوث للحصول على الخدمات الأساسية لهم. بجدر إني قبل ما أنتقل للمجموعة الثانية إني أقول إنه بالأردن يقدر عدد أغلبية اللاجئين الفلسطينيين اللي أجوا على الأردن حتى عام 1954 معظمهم بيحملوا الجنسية الأردنية،
فنحن لما منعرف عن الأردني في دراستنا نقصد فيها الأردني الأصلي والأردني الذي حصل على الجنسية الأردنية بقرار الجنسية عام 1954. المجموعة الثانية في بحثنا والمجموعة الثانية التي تشكل الأغلبية في تاريخ الأردن للجوء هم مجموعة اللاجئين السوريين. بدأ اللجوء السوري بالدخول إلى الأردن منذ عام 2012، اليوم عددهم بفوق 1,200,000، منهم 750,000 مسجل مع المفوضية العليا للاجئين. بحمل الأغلبية من اللاجئين السوريين بطاقة اللي احنا بنسميها MOU Ministry of Interior، بطاقة وزارة الداخلية، والتي تعني أنهم مسجلين لدى السلطات الأردنية، ولكن هذا التسجيل كمان بعطيهم حق استخدام الخدمات العامة في القطاع العام الأردني، سواء كان في التعليم أو في الصحة. العمل محدود للاجئين، ولكنه ممكن ضمن قطاعات محدودة وهي البناء والزراعة وبعض المهن المحددة فيما في قطاع الخدمات. فرغم هذا التاريخ من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين اللي جاءوا بنص الطريق كمان، رغم هذا التاريخ من اللجوء، لم يوقع الأردن على اتفاقية اللجوء 1951، ولا يوجد حتى في الأردن أي قوانين مشكلة لوضع اللاجئين وتتخصص في مجال اللاجئين، إلا أن الأردن استفاد من التجربة السابقة التي كانت متمثلة باللجوء العراقي. فعندما جاء اللجوء السوري وضع خطة استراتيجية للتعامل بطريقة استراتيجية، بطريقة مدروسة، فوضع ما يسمى بخطة الاستجابة الأردنية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بحيث تستغل الأموال الموجودة لصالح اللاجئين بوضعها في مجالات التنمية وليس في مجالات خطط الطوارئ. فبالتالي يستفيد المواطن الأردني من خدمات أفضل، ويحصل اللاجئ السوري على خدمات في القطاع العام كجزء من النسيج الاجتماعي الأردني. هذه الخطة الاستراتيجية والأموال المخصصة للتنمية حتى الآن لا تبدو أنها حققت المتوقع منها بالدمج الحقوقي الكامل للأفراد، ولم تحقق حتى الرضا الكامل للمواطن الأردني فيما يسعى إليه من حقوق أعلى. هذا شيء جعل منا أنه نوقف ونفكر، ما هي العلاقة ما بين التعليم والعمل في ضوء هذه المنظومة الجديدة التي أوجدت لدينا، وهي التمويل لصالح الأفراد المقيمين على هذه الدول المضيفة. التعليم هو جزء أساسي في خطة الاستجابة الأردنية. فهناك التعليم الرسمي، هناك التعليم الموازي للتعليم الرسمي اللي بنسميه non-formal education، والذي يسمح لمن فاته التعليم باللحاق بالصفوف بطريقة سريعة. وإضافة إلى ذلك يوجد التعليم غير الرسمي الذي تدعم عدد من المنظمات وتقدم أسس تعليمية سواء كان أكاديمية أو مهنية، تهدف إلى تعزيز قدرة التعلم لمن لا يستطيع دخول التعليم الرسمي. على الرغم من هذه المنظومة الشاملة، إلا أن مستوى التحصيل العلمي لدى السوريين ما زال متواضع، وما زال هناك عدد واضح من التسرب الدراسي لدى الفئات الثلاثة، الأردني والسوري والفلسطيني. هل هو نتيجة معطيات معينة تستند إلى الضعف بالنظام التعليمي وخاصة بالتدريس المسائي المعطى للسوريين، أم الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تجبر الشباب على الانضمام إلى سوق العمل والزواج المبكر، أم أن أصبح الاعتقاد أن التعليم غير مجدي ولا يخلق أي فرص؟ وهذه بعض المشاهدات اللي قدرنا نحصل عليها من الشباب أثناء مقابلاتنا.
العمل بالمقابل هو شأن أساسي بحياة الأفراد لكسب قوت يومهم وعدم الاعتماد على المساعدات من الأجسام الدولية أو الدولة المضيفة. على الرغم من المحاولات ضمن خطة الاستجابة إلى خلق فرص عمل بالقطاع الخاص بدعم المشاريع الريادية والفرص العديدة في القطاع غير المنظم، إلا أن البطالة في ازدياد نتيجة الكساد الاقتصادي والقيود المفروضة على الفلسطينيين والسوريين. بحثنا ما يميزه بأنه سعى إلى ربط ما بين التعليم والعمل عن طريق تحليل المسار الحياتي للشباب المواطن واللاجئ من عمر 15 ل 29. بدراستنا للمسار الحياتي للشباب نهدف إلى تكوين فهم عميق للطريقة التي يناور بها الفرد على القيود وعلى البيئة المجهولة، ونسعى أن نظهر خبرة الشباب حسب وضعهم القانوني الاجتماعي والاقتصادي وكيف أثرت هذه المعطيات على خياراتهم. المسار الحياتي المقصود منه trajectories هو الأداة التحليلية التي تهدف إلى فهم نقاط التحول والتغيير بتاريخ الفرد والتجارب الغنية المكتسبة نتيجة الممارسة والمناورة على الفرص المتاحة. معرفتنا هاي تسمح لنا لنتواصل مع أصحاب القرار لنظهر السياسات والحقوق المطلوب منهم المساعدة بتقديمها أو بالمناداة بها، نعمل advocacy ونعمل lobbying. أخيراً هذه الدراسة تهدف أن تعطى فرصة للشباب للنظر إلى حياتهم من زاوية أخرى، للتفكير بطريقة بحس المبادرة والتغيير. كثير من الشباب لما كنا نقعد معهم كانوا يحسسون قديش هم مش شايفين في يعني الضوء في نهاية هذا النفق. فحاول هذا البحث أثناء الحوار إنه يعيد النظر مع الشاب على حياته، للتفكير بذاته والتفكير بالsense of agency، الجارجن التي استخدمناها في عملنا والمقصود فيها حس الريادة وحس التغيير والمبادرة للتغيير وأحداث التغيير. أسئلتنا سحاولنا إنه نسعى إنه نفكفك الدور اللي لعبته العائلة في حياة الفرد، المؤسسة والمقصود منها المؤسسة بشكل عام سواء كان المؤسسة التعليمية سواء كان المؤسسة الخدماتية، شو ما كانت تكون المؤسسة، شو دور المؤسسة الجسم الأكبر على حياة الفرد، والجانب الثالث شو دور هذه المبادرة الفردية اللي سعى فيها الإنسان ليغير من مساره من حياته. رح أسلم لزميلتي دينا اللي كانت لاعب رئيسي جدا في بحثنا لتحكي لنا عن الأسئلة البحثية اللي استخدمناها حتى نفكفك هذه المعطيات اللي تحدثت لكم عنها، وتحدثنا عن الأسلوب البحثي اللي استخدمناه. شكرا دينا، تفضلي. شكرا عروب، مرحبا جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. زي ما حكيت عروب أكثر عن الأسئلة البحثية الثلاثة الأساسية اللي كانت بالريسيرش تبعنا. كان السؤال البحثي الأول كيف بتأثر الأوضاع المختلفة القانونية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية على مسار حياة الشباب بين التعليم والعمل، وكيف كمان بيناوروا بين الفرص والتحديات المختلفة اللي بتواجههم بهذا السياق. السؤال الثاني كان كيف كانت هاي الأوضاع اللي ذكرناها القانونية السياسية الاقتصادية الاجتماعية زائد الأوضاع الأخرى المرتبطة بالجندر، المؤسسة كانت التعليمية أو المؤسسة اللي بتخدمهم، نوعية التعليم نفسها، سوق العمل، كيف هاي الأمور كانت عمالة تأثر على طموحات الشباب في مجال الانتقال بين التعليم والعمل، وبرضه التعليم والعمل نفسهم يعني. والسؤال الثالث كان كيف بيشوف الشباب وكيف بيفهموا وبتفاعلوا مع هاي الأوضاع وتأثيرها على حياتهم هم وتأثيرها على مساراتهم بين التعليم والعمل. فأحكيك سريعاً عن الجزئيتين أو ثلاث أجزاء أساسية كانت بالبحث كجانب أكاديمي يعني، وبعدين زملائي أنس ودانا رح يحكوا أكثر عن الجانب يمكن التحليل التشاركي والجانب الإبداعي أكثر. بالبحث طبعنا كان في جزئين أساسيين، كان في quantitative survey اللي هو استبيان كمي، وكان في qualitative interviews اللي هي مقابلات نوعية.
هلا عشان نعمل هدول الشغلتين بلشنا بإشي قبلهم اللي هو مابينج، اللي هو مسح يعني جغرافي للمؤسسات أو الأجسام اللي بتشتغل مع الشباب في أي مجال مرتبط بالتعليم وبالعمل. فغطينا هذا الحكي طبعا فيما يخص مدينة عمان بالتحديد، لأن احنا البحث تبعنا كان بيركز على عمان كمحافظة بالألوية التسعة اللي موجودة فيها. إذا بتحبوا أذكر لكم الألوية كمان هيك بشكل عام، قصبة عمان، عم نحكي عن الجامعة، عن الجيزة، عن القويسمة، سحاب، الموقر، ماركة، نعور، وادي السير. فكان كمان عم نحكي عن مناطق جغرافية مختلفة جدا، ما بين مناطق في وسط المدينة في عمان فيها خدمات متنوعة، فيها سهولة بالوصول للخدمات، وما بين مناطق يمكن أقرب لمناطق زراعية ومناطق صناعية مختلفة. فكانت كمان جغرافية البحث اللي احنا عم نشتغله متنوعة، ووصلت لشباب بهاي الأماكن المختلفة وبأعمار مختلفة بين 15 و19 و29 سوري. فلما عملنا المابين كنا عم نحاول نشوف وين المؤسسات ضمن محافظة عمان اللي عم نحكي عنها، والأجسام اللي بتشتغل مع الشباب أو المؤسسات اللي الشباب هم نفسهم يعني أسسوها أو خلقوها لأنفسهم، وبتعمل أي إشي في مجال التعليم والعمل. كانت هاي الخطوة الأولى عشان إحنا أول إشي نقدر نفهم السياق شو عم بيصير بمساحة التعليم والعمل، ولكن كمان عشان نقدر نوصل للأشخاص اللي إحنا بدنا نشتغل معاهم بالبحث تبعنا فيما يخص الاستبيان الكمي والمقابلات النوعية. الاستبيان الكمي تبعنا بدي أحكي إنه إحنا عملنا تقريباً 700، مش تقريباً بالتحديد 700 استبيان. 700 استبيان هدول غطوا الأردنيين والفلسطينيين ما بيحملوا أرقام وطنية من أبناء قطاع غزة ومن شباب وصبايا من الضفة، وزائد من شباب وصبايا اللي أصلاً كان معهم أرقام وطنية وانسحبت أرقامهم الوطنية. غطى أكيد السوريين، منهم السوريين اللي إجوا إلى الأردن مع موجة اللجوء اللي ب 2012 و2013، ومنهم كمان اللي ولدوا في الأردن لأنه كان أهلهم جايين بآخر الثمانينات أو التسعينات. فبرضو إذا بدكم تفكروا بالعينة اللي إحنا اشتغلنا معاها كانت متنوعة جدا، من طبقات اجتماعية واقتصادية مختلفة، لناس ساكنين بمناطق مختلفة، لناس أنهوا التعليم وأنهوا تعليم عالي، ناس ما دخلوا تعليم أصلاً أو دخلوا يعني بس صفوف أساسية أولى، لناس لساتهم حد الآن بالتعليم، لناس دخلوا سوق العمل، ناس آخرين لساتهم عم بيبحثوا عن فرصة بسوق العمل، وحتى ناس ما كانوا بيسعوا يعني للبحث على فرصة بسوق العمل. فكانت عينتنا يعني مختلفة جداً بال 700 شخص اللي عملنا معهم هدول الاستبيانات. وطبعاً ما عملنا هذا الحكي لحالنا، كان عندنا فريق يعني عظيم من الباحثين اللي هم كانوا ميدانيين معنا، كان في تقريباً معنا 6 بالفترة، وفي كم شخص انسحب ورجع دخل معنا أشخاص آخرين. فكان الجانب الكمي ما بين شهر 8 وشهر 10 2019، وكانت يعني تجربة لطيفة، قدرنا نوصل للناس من خلال المؤسسات اللي عملنا لها مابينج، عملنا لها مسح. فكانت هاي المؤسسات إما تعطينا قوائم بعض الأشخاص المهتمين بالمشاركة بالبحث طبعاً بعد موافقتهم أكيد، أو كانت ترتب لنا إنه إحنا نعمل زيارات على المؤسسات نفسها ونقابل شباب وصبايا مهتمين بالبحث هناك. كمان قدرنا نوصل للشباب والصبايا بالبحث تبعنا بالجانب الكمي وبالنوعي كمان من خلال أشخاص مصدريين في بعض المناطق. فكان مثلاً يكون في أشخاص مصدريين فرضاً بالموقر هم يساعدونا نوصل لشباب وصبايا بهذيك المنطقة. كان في عنا كم من شخص مصدري مثلاً سوريين عندهم برضو شبكات اجتماعية واسعة كانوا يساعدونا نوصل لبعض الشباب والصبايا. فهاي كانت يعني برضو طريقتنا تانية بالوصول للأشخاص. كنا كمان أحياناً نوصل لأنشطة معينة، يعني نشوف إنه في نشاط معين أكتيفيتي مثلاً عم بيصير بمساحة معينة عن موضوع التعليم أو عن موضوع العمل، ونقول إنه أكيد اللي رايحين يحضروا هذا النشاط مهتمين بموضوع التعليم والعمل، فنروح ونقدر نوصلهم من خلال هذا النشاط. كنا كمان أكيد نمشي بالأحياء، نروح على المناطق المختلفة، وكانوا الباحثين اللي معانا يفوتوا على المحلات، يفوتوا على الدكاكين، يفوتوا على الكافيهات، نحاول نوصل لناس بطرق مختلفة من خلال يعني المشي في المساحة نفسها. وأكيد كمان كان في شبكة يعني الشبكة الاجتماعية اللي حوالينا إحنا وحوالين الجامعي البيانات نفسهم اللي اشتغلوا على بالميدان. والحلو بالموضوع كان إنه جامعي البيانات نفسهم كانوا من خلفيات مختلفة، وبعضهم كان في برضو من يعني جنسية سورية، بعضهم كانوا أردنيين من أصول مختلفة، فقدرنا من خلالهم كمان نوصل لناس يمكن بالطرق الأخرى بالأدوات المختلفة الأخرى يمكن ما كان نقدر نوصل لهم.
واخر اداه كمان قدرنا نستخدمها هي السنوبولينج، هي فكره انه احنا احيانا بنقابل شاب وصبيه بيشاركوا معنا بالاستبيان او بالمقابلات، ومن خلال انه احنا تواصلنا معاهم بنشوف مين في اشخاص اخرين من خلالهم من اقاربهم اصدقائهم شبكاتهم الاجتماعيه الى اخره نقدر نوصل لهم. وبالتاكيد كان عندنا يعني دائما بحث انه تكون الاشخاص اللي عم نبحث عنهم بغطوا الكرايتيريا اللي احنا عم نبحث عنها وبغطوها بنسب معينه، يعني احنا كان كل منطقه في عدد معين لازم نغطيه، في تساوي بالجندر، كنا كمان عم نوصل لاشخاص ذوي اعاقه عشان نشوف تجربتهم كيف عم بتكون مختلفه، كنا عم نوصل يعني لناس بنسب معينه، ناس بتشتغل وناس بتدرس وناس لا بتدرس ولا بتشتغل، وكنا كمان عم نوصل لأشخاص من طبقات يعني اقتصادية مختلفة وخلفيات مختلفة. فهذا كان الجانب الكمي، ما رح أحكي عنه أكثر من هيك كثير، بس كنت حابة أحكي كمان سريعاً عن الجانب النوعي. الجانب النوعي واللي هو أساس يعني يمكن البحث، لأنه هو فيه النراتيف، هو فيه القصص، هو فيه الحكي أكثر من الجانب الكمي. عملنا مقابلات، وكانت المقابلات على 3 مستويات مختلفة. المستوى الأول كان مع الشباب والصبايا أنفسهم اللي ما بين عمر 15 و29، وقابلنا 150 شاب وصبية ما بين زي الفئات المختلفة اللي حكيت لكم عنهم. وبعدين كمان كان بهمنا إن إحنا نقابل عائلات هدول الشباب والصبايا، أهلهم، خصوصي الشباب والصبايا اللي يمكن أصغر شوي بالعمر 15-16 سنة، أهلهم والبيئة الاجتماعية اللي هم بيعيشوا فيها أكيد لها دور كثير كبير بمسار حياتهم يعني التراجكتوري تبعتهم ما بين التعليم والعمل. فبرضو عملنا عدد من المقابلات مع الأهالي، فكنا نعمل مقابلة مع الشاب والصبية وبعدين مع أهلهم، فنقدر كمان نشوف كيف أهلهم شايفين تصور الحياة أبنائهم، كيف ممكن يكون في تشابه ما بين المسار من وجهة نظر الشاب نفسه أو الصبية نفسها من وجهة نظر الأهل، وكيف أحيانا كمان الأهل نفسهم ممكن يكون يعني تصورهم بين بعض مختلف. والجانب الثالث كمان اللي بيهمنا كان إنه إحنا نقابل مؤسسات وأجسام بتشتغل في مجال التعليم والعمل للشباب والصبايا، الأردنيين والسوريين والفلسطينيين اللي ما بيحملوا أرقام وطنية في الأردن. فقابلنا ما يقارب 50 جسم، وهاي الأجسام كمان كانت مختلفة، يعني قابلنا INGOs كبيرة، عم نحكي عن كير، عن NRC، DRC، قابلنا برضو باليون، يونسكو، يونسف، قابلنا مؤسسات محلية مثلا مؤسسة نهر الأردن، قابلنا التعليم من أجل التوظيف، قابلنا ARDD، قابلنا كمان من القطاع الخاص بالأردن اللي هم يعتبروا أكثر دونرز وبيشتغلوا مع الشباب بهذا المجال، مثل بنك الاتحاد مثلا بيدعم كثير من المشاريع المرتبطة بالتعليم وبالعمل، أمنية، زنك. طبعا أنا بس عم بذكر هيك أمثلة عشان يكون عندكم تصور إنه المؤسسات اللي قابلناها كانت مختلفة جدا، وحاولنا قد ما نقدر نكون يعني شموليين بالأشخاص اللي عم نقابلهم ونعرف أكثر كمؤسسات شو توجههم، كيف، شو المشاريع اللي بدعموها، ليش بدعموها، كيف بدعموها، كل هاي التفاصيل. وأكيد كمان قابلنا لما عم نحكي عن المؤسسات والأجسام، يعني أجسام أو مساحات الشباب نفسهم يعني أسسوهم من أجل إنهم شافوا المؤسسات الكبيرة يمكن ما عم تخدمهم فيها. فبرضو إحنا كنا محتضنين بليوان وقابلنا برضو ليوان، قابلنا برضو مثلا مبادرة صغيرة اسمها عينك على المستقبل، كانت بتشتغل برضو على يعني إعطاء أو يعني بتعطي فرص للشباب إنهم يفهموا أكثر شو التخصصات المختلفة الموجودة بالجامعات، لأنه برضو كان المعلومة بتلعب دور مش بس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئة العملية بتلعب دور بمسار حياة الشباب والصبايا، ولكن كمان المعلومة اللي عم توصلهم كانت بتلعب دور كبير. ففي الجانب المقابلات النوعية غطينا الشباب والصبايا أنفسهم، أهاليهم وعائلاتهم، والمؤسسات اللي بتنشط في هذا المجال. كنت حابة أحكي هذا الحكي هيك كصورة عامة، ويمكن بعد شوي بس يرجع عندي الفرصة أخرى نحكي بتفاصيل أكثر أو إذا عندكم أي أسئلة. شكرا دينا. شكرا شكرا. بس بحب ألفت نظر اللي موجودين معنا، إذا في أي أسئلة عندكم نتمنى أنكم تحطونا إياها ببوكس الـ Q&A. رح نسمع من أنس وبعدين من دانا وبعدين نبلش الحوار. تفضل أنس. مساء الخير وصباح الخير حسب من عم تحضرونا، وشكراً عشان عم تحطوا وقت عشان تحضروا وتشوفوا كيف إيش النتائج كانت تبعت هذا البحث اللي بنظري أنا كان من الأشياء اللي أثرت علي كشاب أردني وخلتني أفهم البلد اللي أنا عايش فيها وكبرت فيها كثير أكثر. وشكراً دينا، شكراً عروب على هاي الفرصة.
بداية لما تواصلت مع دينا وعروب وهم لسه في المرحلة الأولى من البحث، لما كانوا عم بيعملوا البحث الكمي والكوشنير، لما كمان حتى كانوا بيعملوا مقابلات وتناقشنا كيف نقدر نعمل هذا البحث وناخده خطوة أعمق لما نيجي نحلل البيانات مع بعض بطريقة اللي هي نستخدم فيها الطريقة التشاركية، وندخل الشباب اللي عملنا معهم المقابلات ندخلهم في مرحلة التحليل. فكان في كان كنا شايفين قديش ممكن هذا الشيء يزيد الدقة تبعت النتائج، وكيف ممكن كمان الشباب تشعر انه هي جزء من الشباب اللي شاركت بالبحث، انه كيف هي تكون جزء من تحليل هاي البيانات وكيف ممكن يأثر على النتائج بشكل عام. راح احكي ثلاث اشياء اساسية كباحث في هذا الريسيرش اثرت علي وشفتها انا اثرت على الشباب. أنا كبرت وأنا ضد الأكاديمية بشكل عام، ما بصيرش أحكي هذا الإشي بهذا الستينج، بس لازم أحكي إنه أنا كشخص كنت أشعر إنه دائما الأكاديمية فيها فجوة بينها وبين الشارع بشكل عام، هي محصورة لجهة معينة اللي بحبوا القراءة وبيحبوا يتنوروا بطريقة معينة. فبعد ما وصلت مرحلة معينة من حياتي اكتشفت إنه شئنا ما بينا لازم نوصل للأكاديمية، والأكاديمية لازم توصل لنا بطريقة أو بأخرى. فدائما صرت أفكر إنه كيف ممكن نستخدم طرق أبسط للبحث تخلي الشباب دائما بغض النظر كيف هواياتهم كيف الطريقة اللي بحبوا يتعلموا فيها إنه نقدر نوصل لهم ويقدروا هم يكونوا جزء من هذا البحث. فزي ما حكت عروب، في عالم اسمه روبرت تشامبرز هو بيستخدم طرق جدا بسيطة في البحث علشان نقدر نستوعب عشان نقدر ندخل بطريقة أعمق في هذا البحث. فلما جبنا البيانات وحللنا كل المقابل النتائج اللي طلعت من المقابلات، حطينا الكلمات هذول بطريقة بسيطة جدا على حجارة ليجو، وكان الطريقة إنه من الأشخاص اللي عملنا معهم المقابلات اخترنا عدد معين منهم ورجعنا عملنا معهم جلسة تحليلية، إنه قلنا لهم لما قابلنا الشباب من عدة جهات أردني سوري فلسطيني هذول أكثر كلمات تكرروا، زي كلمة النزوح أو كلمة تغيير المكان، زي كلمة التعليم، زي كلمة الرأس مال الاجتماعي، زي كلمة العائلة. هذول الكلمات تقريبا كانوا مشتركين بين وفيهم تقريبا 15 كلمة كانوا مشتركين بين كل الشباب، سواء أنا أردني من أصل فلسطيني أو سواء أنا فلسطيني أو سواء أنا أردني أصلي أو سواء أنا سوري لاجئ أو سوري إجيت بالثمانين. هذول الكلمات هم اللي شكلوا حياتنا، وطلبنا من الشباب أنه نرجع نرتب هذول الكلمات بناء على تجربتهم في الحياة. ولما رتبنا هاي التجربة لما عملنا هذا النشاط اتفاجأت أنا كأنس كباحث أنه كنت أعتقد أنه دائما حيكون بالنسبة للاجئ التغير المكاني هو رقم واحد، أو الهوية القانونية، الغطاء القانوني لهذا الشخص تحته. ولكن هذا البحث أثبت لي أنه ما في نمط معين نقدر نطلع عليه، هي حالة كل حالة مختلفة عن الحالة الثانية، كل شخص الأشياء اللي أثرت حياته أكثر. في قصة على أسم مخي، في بنت سورية حكت أنه لما نقلت من سوريا إجت كلاجئة انتقلت بين مدينتين بالأردن وعاشت تجربتين جدا مختلفتين. واحدة كانت ممتازة وحكت انه هي شعرت انه هي في بلدها وكانت جدا 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 مرتاحة، وفي بمدينة ثانية شعرت انه هي كرهت اليوم اللي نقلت فيه على الأردن ووقتها أثر عليها كثير. فالتغير المكان هو أكبر من تغير البلد، أكثر من الهوية السياسية، هو أكثر كمان أنت كيف ترتاح، في عوامل أخرى بتأثر عليك. الإشي الثاني كمان أثر كتير لما كنت أحكي مع الشباب أحكي لهم إنه شكرا عنكم شاركتوا في المقابلات وإحنا حابين نرجع نقعد معكم علشان نعرض البيانات اللي طلعت معنا أو النتائج اللي طلعت معنا بالانترفيوز بالمقابلات. كان في قبول فظيع من الشباب وكتير حبوا فكرة إنه حلو إنه إحنا هلأ جزء من البحث، إحنا مش بس قابلتونا واختفيتوا من حياتنا، إحنا هلأ هي في خطوات تبني على بعض. فلما كانوا يجوا كنا هيك حسين انه الناس ليش ممكن ترجع تقعد معنا مره ثانيه،
كون المفروض يقعدوا معنا نص ساعة، في أشخاص قعدوا معنا ساعتين لأنهم حسوا أنهم قادرين يضيفوا أكثر لهذا البحث. وفعلاً اللي عم بحاول أحكيه، كل ما بسطنا وسائل البحث كل ما زاد الاهتمام من الناس وطلعت النتائج أعمق. والجزء الثالث اللي كان كثير أضاف للبحث اللي هو الجزء الفني، أنه كيف ندخل الفن على أي بحث بزيد بخفف الجمود تبع الأكاديمية، والطريقة اللي نكتب فيها والطريقة، وبتخلي الناس اللي ممكن تستفيد من هذا من هاي النتائج أكثر، والعرض بيكون مختلف وانترستينج، أو في أشخاص أكثر ممكن يهتموا إنهم يطلعوا على هاي النتائج. ومن هذا المنطلق بعد ما رتبنا الكلمات مرة ثانية مع الشباب، دخل دور دانا هون بالموضوع، انه قعدنا معهم صرنا هي راح تحكي اكثر عن هذا الدور. بس اللي راح احكيه اخر شيء، مستحيل نقدر كاكاديميين او كباحثين نقدر يعني نبني، بيكون ندخل على المقابلات بأسامشن، بيكون عندنا تخيلات، بناءات، افتراضات، احنا حب يعني نعتقد انه هي صحيحه وبتساعدنا انه احنا نشكل البحث. بس لازم كاي باحث، لازم كأي شخص أنت بتطلع على الشارع أو أنت بتطلع على الشارع عشان تعمل بحث، نحط هدول الافتراضات راح تساعدنا نشوف النمط الأكبر تبع البحث. بس لازم نكون كثير منفتحين إنه هذا الموضوع راح يغيرنا، وكل حوار مع كل شخص، كل مقابلة، كل أسلوب راح نستخدمه راح يساعدنا إنه نغير سؤال، مش نغير السؤال الأساسي تبع البحث، بس نكون مرنين بحيث انه نتعلم اكثر ونعرض النتائج هاي اكثر. علشان زي ما حكيت عيوب، بالنهايه هاي البيانات كلها راح تروح لاصحاب قرار، راح تروح للشارع، راح تروح تتوزع للاماكن المناسبه لها. ففي زي ما حكيت كمان دينا، في سنوبول افكت، لما نقعد مع شخص يحكي لنا انا بعرف شخص ممكن يكون مهتم يشارك بهذا البحث، احيانا كنا نوصل لاشخاص مش جوا الكرايتيريا اللي احنا مهتمين فيها، ولكن نقعد مع هذا الشخص. والإشي الأخير جد حابب أختم فيه، لما إحنا نكون عارفين الحاجات اللي ممكن يكون محتاجينها الأشخاص الشباب اللي إحنا راح يكونوا يشاركونا في هذا البحث، لما نكون عارفين شو ممكن الاحتياجات تبعتهم، ونعمل إحنا بحث بسيط جدا يحكي لنا كيف ممكن نساعد هدول الشباب. يعني إحنا كان الجهة اللي إحنا عم نطلع عليها شباب، أنا وعروب قبل ما نرجع نقعد معهم بالجلسة الثانية كنا عم نشوف إيش في فرص لمنح، شو فرص ل وخلال عملنا كثير تعاملنا مع جهات بتساعد وتدعم الشباب. فبكل مقابلة كنا نقعد فيها مع هذول الشباب لما يحكوا لنا شو مشاكلهم، شو التحديات اللي عم تمر فيهم، مباشرة نعمل جزء التشبيه، فعشان نحاول نساعد الشباب، عشان ما يكون دائما سؤال الشباب لما تيجي تحكي معهم تحكي لهم إنه عندي بتحب نعمل مقابلة، عندي سؤال نسألكم إياه. دائما الشباب بيكون سؤالهم أنا شو بقدر أستفيد من هذا الإشي. فلما يكون في إشي عنا كباحثين نقدر نعرضه للشباب ونحاول نساعدهم بحياتهم، بيكون البحث له معنى أكثر وممكن يأثر على حياة هذول الشباب. راح أترككم هلأ مع دانا، اللي دانا استلمت بعد ما عملنا هاي النشاطات اللي كنت بحكي إنه هي جهة الفن، هي راح تحكي لكم أكثر عن كل الخطوات. شكرا جزيلا. شكرا أنس، بتمنى الجميع يكون بخير، وبدي أشكر زملائي على الشرح المثري لهذا البحث المشروع. هلا أنا رح أحكي بشكل مبسط عن دوري. أنا كنت الفنانة في هذا المشروع، جيت عشان نصور هذا البحث في معرض بطريقة الناس تشوفها، عشان توصل لمجموعة أكبر من الناس اللي ممكن مش مطلعين على الأبحاث. فالتمرين اللي أنا كنت مسؤولة عنه هو اسمه تمرين نهر الحياة. في هذا التمرين أنا عملت كمرشد عشان أساعد المشاركين والشباب إنهم يصوروا مشاعرهم وحياتهم بطريقة بصرية من خلال الفن، ولاستخدام الفن كطريقة بديلة لتوصيل شيء مش دايماً سهل إنه يتعبر عنه بالكلمات، فبطريقة بصرية. هلأ خلال هذا التمرين بيطلب من المشاركين
في ورشة العمل إنهم يرسموا نهر حياتهم الشخصية على ورقة كبيرة. فمطلوب منهم إنهم يستخدموا مجرى النهر، مجرى نهر الحياة، لتوضيح الأحداث والتجارب الرئيسية في حياتهم اللي هم مرقوا فيها. فمثلاً ممكن إنهم يستخدموا الانحناءات في مجرى النهر لتمثيل نقاط التحول في الحياة، بينما ممكن إنهم يستخدموا الألوان للتعبير عن المشاعر اللي صاحبت هاي التغيرات وهاي التحولات. فإحنا قمنا باستخدام تمرين نهر الحياة بأسلوب تشاركي لجمع المعلومات، فتمت مقابلة الشباب لفهم خبراتهم الفردية وكمان التجارب الجماعية وسط وضع من عدم اليقين أو النزوح، والتجارب اللي أثرت على أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعاتهم. فمن خلال هذا التمرين، الإشي اللي كان كتير interesting إنها كشفت عن وجهات نظر متنوعة وخبرات مختلفة لنفس الأحداث. يعني في ناس مرقوا بنفس الأحداث، بس هذا التمرين كشفت عن إنه كيف كل حدا كان عنده وجهة نظر مختلفة وتجربة وخبرة مختلفة لنفس الحدث اللي أثر على مجتمع بأكمله أو مجتمعات فرعية أو حتى نساء أو رجال والشباب. فالأنهار الفردية لقصص حياتهم هدول غير عن المناقشات اللي كانت عم بتصير خلال العملية خلال بروسس الرسم نفسها، سمحت إلنا إحنا، أنا بتخيل كتيم لأنه كمان عروب وأنس كانوا دائماً موجودين كمان خلال هاي البروسس، فهاي سمحت لنا ببناء صورة للتجربة اجتماعية للمجتمعات اللي إحنا كنا مهتمين فيها والأماكن اللي هم بيعيشوا فيها. فسمحت لنا هاي الطريقة تمرين نهر الحياة بالتعلم في نفس الوقت عن تجارب الأفراد والمجموعات والمجتمعات من خلال محادثات موجهة. كنا يعني إحنا كل شخص يقعد لحال وعشان ياخد أريحية قد ما بيقدر في إنه يعبر أو إنه يقدر يتخيل حياته بطريقة بصرية، وهذا الإشي مش سهل كتير. فالتمرين كشف ووثق الأحداث اللي أثرت على المجتمع بأكمله، زي مثلاً الحروب، الوضع الاقتصادي، وكمان الأحداث اللي بتأثر على مجموعات فرعية معينة، زي مثلاً الناس اللي من غزة في الأردن، وكمان الأحداث اللي كانت فريدة لعائلات فردية أو أسر، مثل وفاة في الأسرة أو عنف منزلي أو أشياء ممكن تأثر على عائلات فريدة. فإحنا هون كانت التجارب عم تندرس على ثلاث levels إذا بنقدر نحكي، الليفل تبعت المجتمع بشكل عام، والليفل تبعت المجموعات أصغر، والليفل اللي على مستوى فردي أو مستوى عائلة واحدة. فاللي كان صراحة ممتع وكمان هو تشاركي في هاي الطريقة، إنه هي مش طريقة استخلاصية بحتة، مش بس كانت تستخدم لاستخلاص معلومات، أكتر من إنه الهدف منها والهدف كمان من المعرض اللي عم نعمله إنه تشجع وتخلق مساحة لأفراد المجتمع إنهم يشوفوا تجارب بعض ويناقشوها. فمثلاً ممكن إنها تكون تجربة مشاركة تاريخ حياة شخصية لفرد، وإنه والاستماع إليها من مجموعة من أشخاص بينتموا لنفس المجتمع ممكن يكون أمر مدهش للمشاركين، إنه إحنا عايشين بنفس المجتمع بس كيف القصص كلياتها ممكن تكون مختلفة ممكن تكون متشابهة. فهذا الإشي ممكن يكون مفيد لأفراد المجتمع إنهم يدركوا تجاربهم الخاصة في حدث معين صار، كيف ممكن تشبه أو كيف ممكن إنها تختلف عن تجارب جيرانهم أو أصحابهم أو المجتمع اللي هم عايشين فيه. فهذا الإشي كمان ممكن يكون مفيد للأشخاص اللي ممكن يكونوا نقدر نحكي بينتموا لطبقات أكثر قوة أو أكثر حظاً في المجتمع، إنهم يتعرفوا على تجارب مثلاً الأقل حظاً اللي عايشين معهم بنفس المجتمع. فهذا كان الهدف من هذا التمرين والمعرض اللي عم نشتغل عليه. هلأ بس في إشي أنا بدي أزيده، إنه عشان أختتم اللي عم بحكيه، إنه هاي العملية كانت جداً شخصية وجداً حساسة،
وكان في كتير تحدي إنه مرات ناس يشاركوا معنا أحداث كتير شخصية بالنسبة لهم. في ناس بالآخر حسوا بالارتياح وحسوا بالفائدة من إنهم يشاركوا هذا الإشي، وفي ناس استصعبوا هذا الإشي. فكان كتير من المهم إنه كل المشاركين يعرفوا إنهم غير ملزمين إنهم يكشفوا عن أي سر معين أو إشي كتير حساس هم مش مرتاحين يحكوا فيه. وإحنا كأشخاص كنا مسؤولين كمان عن هذا التمرين، وكأشخاص كمان عم بيشتغلوا على البحث، كنا مدركين 100% إنه من غير المرجح إنه المشاركين يعملوا إشي زي هيك غير لو كانوا مرتاحين. فهيك بشكل مبسط بس على المعرض اللي عم نشتغل عليه. نهاية إنه المعرض إحنا عم نشتغل عليه كان مفروض إنه ينعمل خلال هاي الفترة، بس عشان قوانين الحظر اللي عم بتصير في الأردن فإن شاء الله رح يتأجل لفترة الصيف. فحالياً المعرض موجود أونلاين على موقع، هلأ منشاركه معكم بالشات فبتقدروا تشوفوا اللوحات الموجودة، غير إنه إن شاء الله بالصيف رح يكون المعرض موجود بشكل إنه تقدروا تشوفوه وتزوروه للناس اللي انترستد. فهلأ عروب برجع لك وإحكي لي زي ما بتحبي، بقدر كمان إني هون أشارك شير سكرين لبعض من اللوحات ونقدر نتناقش فيهم. يا ريت دانا، حكيتين عن أكثر من نقطة، حكيتين عن كيف حدث واحد بعبر عنه الفرد بطريقة مختلفة. الحرب في ناس اعتبروها بلس، لأنه الحمد لله أنا طلعت من سوريا وأنا اليوم موجود بالأردن فصار في عندي فرص جديدة. في ناس اعتبروا الحرب ودتهم إلى التهلكة لأنه هم مش عارفين شو يعملوا بحالهم بمكان زي الأردن. لما حكيتي لنا عن أنس، حكى لنا عن الصبية السورية اللي راحت على مكانين وكان عندها تجربة بمكان مختلفة جدا عن المكان الثاني، بنت الأتاسي اللي قابلناها بلومنس. هل ممكن إذا بتسمحي تأرجينا تجربة التجارب، بعض التجارب، حتى نقدر نخلي الناس اللي معنا يشوفوا كيف تم التعبير عن هاي التجارب الحياتية والمسار الحياتي، كيف كل واحد تصوره إذا بتسمحي. Okay, let's see. You're sharing. Great. خلال التمرين شوي دانا. Yes. هلا أنا رح أكبرها، بس بدي أحكي إشي يمكن ما حكيت عنه، إنه خلال التمرين نفسه الشباب طبعا قاموا بتخيل نهر حياتهم، وبعد التمرين أنا اشتغلت أكثر على كل لوحة وحاولت إني أركز فيها أكثر على المواقف اللي كتير كانت لها تأثير قوي في حياة هذول الأشخاص. فهاي واحدة من الرسمات، بقدر إني أعمل زوم أكثر. هون عايشة مثلت لنا نهر حياتها بطريقة خط أفقي، وشرحت لنا من وقت ما كان عمرها 14 سنة كيف كانت حياتها وهي كانت بسوريا. شرحت لنا دور الأم، عم بيكون واضح الكرسر تبعي هو عم يتحرك على اللوحة، ما عم بيكون واضح. أوكي، هلأ إذا بتشوفوا شرحت لنا دور الأم قديه مهم، شرحت لنا دور الأب قديه مهم. بعدين هون بهذا الشكل، الشكل الذهبي الدائرة ممكن نحكي الذهبية، هون بلش يصير في مشاكل شخصية على المستوى الشخصي في الحياة في العائلة تبعتها. بس مع هيك كانت حكت من خلال تعبيرها إنه كملت حياتي بطريقة طبيعية. بس بعدين هون هاي الدائرة اللي هي أكبر، كان هذا الحدث الأكبر في الحياة اللي هون كان الحرب، وقت اندلاع الحرب في سوريا. هون عبرت عنها حتى بخط، هون vertical، خط عمودي زي الجدار زي السد. يعني هون بالنسبة لها كان تعبيرها إنه هون توقفت الحياة، واستخدمت لون أسود لون أحمر خمري عشان يعبر عن الحزن الغضب اللي كانت اللي هي حست فيه في هاي الفترة. وبعديها رسمت سمكات صغيرة عبرت فيهم عن
بعد ما نقلت على الأردن طبعاً هدول لسه مكاتب صغار بيعبروا عن صحباتها اللي وقفوا معها بالأردن واللي حاولوا يطلعوها من فترة أو حالة الاكتئاب اللي دخلت فيها بعد هذا التغير الجذري اللي صار معها بحياتها. ففي أكثر من إيفان تانيين عبرت عنهم بهاي الرسمة، بس بعدين بالنهاية كان استخدمت اللون الأزرق للتعبير عن الأمل، وإنه هلأ هي عندها أمل في إشي مستقر أكثر في حياتها. هاي واحدة من الرسمة. That's very nice. ما بعرف إذا بتقدري تأرجينا شيء تاني. عم بحاول أطلع على نوتس. بقدر أورجيكم هاي الرسمة. هاي الرسمة كانت من صراحة كانت من أقوى الستوريز اللي القصص اللي أثرت فيه. هاي البنت مثلت نهر حياتها بهاي الطريقة، بطريقة حرف S، وكل واحدة من الانحناءات كانت عم بتعبر عن ممكن نحكي إنه موقف في حياتها صار معين. جميل. وهو كان له يعني تأثير. فهون بلشت، رح أعمل أحاول زوم قد ما بقدر. هذه الرسمة بتمشي هيك كأنها قصة. البنت كانت كثير مبدعة صراحة بالتعبير عنها بصرياً وصوتياً كمان. وعلى فكرة كمان إذا بتدخلوا سوري دانا، الصبية هاي فيك تقولي لنا شو جنسيتها؟ هاي البنت اسمها هيا وهي من غزة وعايشة في الأردن. تماما. ففي شغلة كمان إنه لما تدخلوا على الفيرتشوال إكسيبت، المعرض اللي على الموقع الأونلاين، تقدروا إنكم تشوفوا الصورة، زائد بتقدروا إنكم تقروا شو قصتها لهاي الرسمة، وبتقدروا تسمعوا صوت اللي رسمها. يعني وهاي من أحلى القصص كانت، من أكثر القصص، مش عارفة إذا أحلى هي الكلمة المعبرة، بس من أكثر القصص اللي أثارت انتباهي صراحة. فهون هاي عم تشرح عن حياة، عن عائلتها، كاتبة ماما وبابا وهي وإخواتها. بلشت حياتها ب 2017، صار معها أول موقف كثير كان قوي اللي هو مرض والدها. فهون عبرت عنها بهاي الطريقة وبهاي الألوان الأحمر والأسود، وبعدين حست إنه خلص الدنيا وقفت، بس هي لا ما رح تستسلم، بدها تضلها تحاول، وكملت لل 2018. وهون رسمت إنه عم تدعي إنه يا رب ساعدني، وإنه الناس اللي حواليها عم بيحكوا لها أبوكي ما معاه يدفع لك، عمرك ما رح توصلي للي بدك إياه، إنه خلص اترك الجامعة وتجوزي أحسن لك. فهاي كانت الضغوطات اللي هي عم بتواجهها. فحاولت تشتغل أكثر من شغل، صارت تبيع كوبونات، صارت تحاول تجمع مصاري لغاية لما قدرت إنها تتخرج من المدرسة. فهون عبرت عن هذا الإشي. هلأ هون بدي أعمل شوي زومات عشان أبين لكم إنه رسمت نهر تاني اللي هو نهر والدتها، كيف دخل على نهرها، وكيف إنه والدتها كتير وقفت معها وكتير ساعدتها وكتير شجعتها إنها تكمل دراستها. بس مع هيك هون عم تحكي جملة حكت لها إياها والدتها، إنه بتقولها يا ماما إحنا ما معنا نصرف، معلش بدك تساعديني، أنت قدها وأنا حاطة أمل فيكي ورح أساعدك عشان تدخل الجامعة. فمرأت العيلة بوقت كتير صعب بعد مرض الوالد. فكملت، ظلت تشتغل أشياء متفرقة. بعد ما تخرجت من المدرسة اشتغلت في محل ملابس. وهون صار معها موقف كمان كتير صعب، إنه بعد شهرين من شغلها في هذا المحل صار في عملية ممكن نحكي تحرش من الرجل المسؤول في هذه من مديرها في هذا المحل. وهون كانت ببعد عني عم تحكي له. وبعديها تركت الشغل وصارت تدور على شغل تاني عشان محتاجة إنها تشتغل عشان تكمل حياتها وتساعد حالها وتساعد أهلها. فتنقلت من محل لمحل، من محل أواعي لمحل ملابس مختلف. وهون عم تحكي، هون كاتبة كلمات كمان من ناس، إنه ناس بيحكوا لها اشتغل نظفي، وناس بيحكوا لها تعالي أنا بحبك. فهي عم تحكي لهم ارحموني، أنا مش عبيدة عندكم، مش عشان أنا محتاجة تعاملوني بهذه الطريقة.
في مشكلة تانية كمان واجهتها، إنه كونها هي من غزة ما معها رقم وطني وهي عايشة في الأردن، فلو كانت بدها تنقل على محل شعبي عشان تشتغل فيه دائما بيطلبوا رقم وطني، فهذا الإشي كانت تواجهه بالوظيفة، إنه مش عارفة إنها تطلع من منطقة معينة عشان تتوظف فيها. بس ضلتها مع هيك تدور، ضلتها مع هيك عندها أمل، لغاية لما لقيت جمعية رواد للتنمية. هلأ في جمعية رواد بلش إنه يصير عندها تغير في الحياة، فهون هذا الانحناء صار. كاتبة هون هي رواد للتنمية، فبلش يصير عندها أول تغير في الحياة وصار عندها أمل أكثر، وإنه انقبلت في رواد عشان يساعدوها تدخل على جامعة. هلأ هنا صار عندها مشكلة، إنه الجامعة الحكومية ما بيقبلوها، بيحكوا لها أنت فلسطينية إحنا ما بنقبلك، فلازم تروح على جامعة خاصة، مصاريف الجامعة الخاصة أكيد هتكون أكثر. بس مع هيك انقبلت في جامعة خاصة من خلال جمعية رواد، فهون كاتبة الحمد لله. وهي كان حلمها إنها تدخل قانون، فهون والدتها اجت كمان مرة وتحكي لها لا يا ماما ما بنفع، احنا ما معنا رقم وطني، فما بنفع تشتغلي محامية هون لأن ما معنا رقم وطني، هذا الشيء ما بساعدك، ادرسي شيء ثاني. فدرست إدارة أعمال، مع انها هي حكت انه انا ما بدي ادرس إدارة أعمال، بس درستها وحاولت يمكن تكون احسن ونجحت فيها وبامتياز. هون كاتبة فهاي كانت نهاية الخط اللي هي وصلت له. بس في النهاية كتبت أنا ما رح أوقف، ما بدي أستسلم، بدي أكمل. فهاي كانت هون لغاية هلأ الوقت الحالي في حياتها يعني. هاي كانت من أكثر القصص. شكرا حاجة. شكرا دانا، شكرا جزيلا دانا. اللوحتين اللي عرضتيهم دكتورة عايدة أبو تايه عم تسألنا عن التحديات اللي بتواجه الشباب، هل هي تحديات اقتصادية اجتماعية سياسية أم قانونية؟ بعتقد دكتورة عايدة بهذا العرض قدرنا نبين إنه التحديات عم بتكون متعددة وبتختلف عمالها من الفرد إلى الآخر. الحالتين اللي عرضناهم للغزاوية اللي بتبين إنه عدم وجود الحق القانوني، لا ممارسة الحقوق الأساسية مثل التعليم ومثل الحصول على العمل، هذا بيجعل يعني بوجد حائط شديد جدا أمام الفرد في نظرته، في نظرته المستقبلية، في his aspirations، نظرته المستقبلية ليحقق ذاته. في الشأن السوري الصبية اللي أرجتنا إياها دانا اللي صار عندها depression، عايشة صار عندها depression شديد بعد ما صارت الحرب، والdepression الاكتئاب اللي أحدثه هو إنه هي اجتماعيا مش قادرة تندمج. صححيني دانا، عايشة هي اللي كانت تقول إنه أنا مش قادرة أستوعب كيف الأردني، كان عندها مشكلة مع الشعب الأردني، عم تقول أنا مو قادرة أستوعب هدول الناس الغريبة اللي حوالي. وبعتقد لما حطت السمكات كانت عم بتعبر عن صحباتها اللي أجا قالوا لها تعالي معنا على الجامعة، لأن هي ما كانت حتى مقتنعة إنه هي فيها تروح على الجامعة. فبس عشان يعني فيكي تتخيلي إنه هون الإعاقة كانت إعاقة محدثة من قبل الخوف المجتمعي اللي حست فيه يعني بكلامها. وبتمنى إنكم تسمعوا التسجيل. كانت تقول أنا بعتبر هلو يا فكانت بتقول إنه أنا بعتبر إنه إجيت على بلد أنا عم بلوم فيه كل إنسان أردني أنا عم بشوفه قدامي، سواء كان الفرد، سواء كان السياسة، سواء كان الدولة، لأنهم ما أنقذوا لي بلدي. فهذا الحكي عمل عندها ردة فعل سلبية اجتماعية. بالمقابل التحدي القانوني اللي بيبين لنا إياه مثلا في حالة الشخص اللي الغزاوية، الفرد اللي ما عنده حق قانوني لأنه يمارس حقوقه الأساسية.
وفي عنا بعض الحالات اللي ما كان عنده حق العمل فانتهى على الرغم انه هو متعلم انه عم بيشتغل عتال لانه ما عنده مجال الا يشتغل عتالة اللي هو لاجئ سوري، بس لانه صحيح خطة الاستجابة الأردنية اعطت حق العمل ولكن ضمن حق العمل كان مقيد جدا وليس جدا 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 بالواقع، فقط بفرض على ثلاث قطاعات سواء كان القطاع الزراعي أو القطاع البناء أو قطاع الخدمات المحدود. فإغلاق أكثر من 58 وظيفة للسوري جعلت منه فعلياً هو ليس له الحق في العمل. بحب عندنا سؤالين بحب أنه نجاوب عليهم قبل ما أنتقل للأسئلة اللي نحن مرتبينهم. دينا إذا بتحبي تجاوبي معنا غريس، مبسوطين تكوني معنا غريس. غريس عم تسأل كيف نحن قدرنا نوصل للديسابيليتيز للناس اللي عندهم بعض الاحتياجات الخاصة وكيف كانوا جزء من شريحتنا. تفضلي. تمام، ثانك يو غريس على السؤال. صراحة كان مش إشي سهل بطريقة الوصول اللي احنا كنا بنعتادها عشان نوصل للشباب الصبايا من فئات مختلفة إلى آخره، ما كنا من خلال المؤسسات العادية عم نقدر نوصل لأشخاص ذوي إعاقة. يعني بالصدفة هذا الحكي ما زبط، بس احنا كان عندنا خلاص سامبل معينة، عندنا عينة معينة لازم نوصلها. فأول إشي تواصلنا مع أكمل مؤسسة وجهة أصلاً تشتغل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو عندها مشاريع معينة أو برامج معينة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. صراحة بعضهم كان يكون متعاون، بعضهم كان شوي يعني يتعامل مع الموضوع بوصاية إنه لا والله الشخص ذوي الإعاقة مش لازم يشارك ببحث مثل هيك، خصوصي إذا عم نحكي عن يعني يمكن مش إعاقات حركية. الإعاقات الحركية كان يمكن سهل نقدر نوصلها، وكان أسهل بعدين لما قدرنا نوصل لكم من شخص إنه من خلال هدول الأشخاص كان عندهم هم دوائرهم الاجتماعية من برضو أشخاص ذوي إعاقة مختلفين كنا نقدر نوصل من خلالهم، فهذا الموضوع شوي سهل علينا مع إنه كان بودنا إنه نقدر نوصلهم بطرق مختلفة ومش بس من نفس يعني الرابط الواحد. كان سهل نسبياً نوصل أشخاص ذوي إعاقة أردنيين وسوريين، كان أصعب نوصل أشخاص ذوي إعاقة فلسطينيين معهم أرقام وطنية، وهذا كمان الحكي بيترجم مش بس على الأشخاص ذوي إعاقة، يعني كان أصعب علينا بالعموم إن إحنا نقدر نوصل الأشخاص الفلسطينيين معهم أرقام وطنية لأنه عدد المؤسسات والأجسام اللي عم تشتغل خصيصاً معهم يعني محدودة جداً. بس بشكل عام هم الشباب الصبايا أنفسهم كانوا يعني مهتمين أنهم يشاركوا، خصوصي أنه ما كانش البحث بالتحديد عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كان بحث عن الشباب عموماً، وكان كتير مهم بالنسبة إلنا نشوف ويعني نترك مساحة لصوتهم إلهم هم كمان بالبحث وكيف الأمور المختلفة الأخرى اللي بيواجهها الشباب الصبايا من إن كانت تحديات مرتبطة بالجندر أو بالوضع الاقتصادي والاجتماعي أو القانوني إلى آخره، وبيجي هدول الشباب والصبايا عندهم تحدي إضافي يعني يضاف فوق كل هاي الأمور المختلفة واللي منعرفه إحنا كلياتنا، يعني مرتبطة بعدم تقبل المجتمع لهم، مرتبطة بعدم تهيئة المساحات المختلفة. وإحنا هون كمان واحدة من الشغلات اللي كانت بتهمنا بمساحة ليوان إنه هي المساحة مهيئة، فحتى لما إحنا بدنا ندعو شباب وشابات عندهم إعاقات حركية مثلاً على المكان كان هذا الحكي مش صعب لأنه المساحة بتقدر تستقبلهم. بس بالعموم يعني ما كان كتير سهل إنه نقدر نوصل الفئة اللي يعني أشخاص ذوي الإعاقة بهذا البحث. شكراً دينا. دينا بجواب دينا برضو عم تجاوب على سؤال أثارته عايدة بخصوص الصعوبات اللي واجهناها في البحث، عم بتسألنا شو هي الصعوبات اللي واجهتنا باعتبار إنه إحنا غطينا مناطق واسعة. بس دينا كمان سؤال عايدة بخليني أفكر بإحدى التحديات اللي كنا نضحك لما نحكي عنها، إنه نحن قادرين نوصل للسوريين، كنا قادرين نوصل للأردنيين، ولكن وصولنا لفئة الفلسطينيين غير الحملة للجنسية الأردنية هذا كان تحدي. فبتحبي دينا تعطينا فكرة عن عن موضوع النطاق الواسع الجغرافي والنطاق الديموغرافي؟ تمام. كجغرافيا يعني ما بدي أحكي إنه كان تحدي كثير كبير، بالعكس يعني كان جانب كثير مهم من البحث إنه إحنا ما نروح على مناطق سهل نقدر نوصل فيها لعينتنا،
كنا يعني حابين نوصل للمناطق المختلفة، لأنه بالنهاية التحديات مختلفة. يعني الصبية اللي بالموقر مشاكلها في يعني انتقالها ما بين التعليم والعمل كتير مختلفة عن حدا ساكن في العبدلي، عن حدا ساكن في وادي السير إلى آخره. وبالعكس كتجربة يعني إلي شخصيا مثلا كباحثة، يعني قدرت أوصل لمناطق جغرافية مختلفة بعمان ببحوث أخرى ما بتكون فيها عينة محددة، ما من يعني على الأغلب ما بنوصلها. ففتنا على بيوت ناس بأماكن مختلفة، والناس كانت كثير متعاونة، وبالعكس الصراحة يعني كل ما إحنا بعدنا على الأطراف أكثر كان الناس متعاونين أكثر معنا، بأنهم يشبكونا مع ناس، يوصلونا عند ناس، منكون قاعدين بمحل وبرنوا تليفون وممكن الشخص يجي إنه يساعدنا يعني يشارك بالبحث. وكان في كمان أشخاص مصدريين بمناطق مختلفة، يعني بيكونوا هدول الناس يمكن كبار بهاي المنطقة، معروفين كأسماء بهاي المنطقة، إنهم أصلاً مؤسسات أو جمعيات، فكان سهل من خلالهم كجيت كيبرز نقدر نوصل للأشخاص. بس أكيد يعني هذا الحكي أخذ وقت، يعني بيحتاج وقت إنه أنت تروح على المكان وكمان تتعرف على المكان هذا نفسه كيف أثروا على التجربة. يعني برضو رحنا بالجيزة على المخيمات السورية غير الرسمية، الانفورمال تنتد ساتلمنتس، هذول نفسهم يعني عالم مختلف تماماً. يعني أنت مش بس بدك تروح تقابل الشباب والصبايا وتجربتهم هناك بالحياة وبشو مفهومهم للتعليم وشو مفهومهم للعمل، ولكن كمان بدك تفهم البيئة المحيطة فيهم شو هي. فكنا كمان منقابل أشخاص ساكنين بهذا المخيم ونفهم تاريخ المخيم وتاريخ المنطقة وتنقلاتهم وكل هاي التفاصيل. فيما يخص يعني إذا بدي أحكي أكثر عن الفلسطينيين ما معهم أرقام وطنية، كان الموضوع شوي تحدي. أول إشي لأنه يعني تبين معنا بالبحث إنه فئة كتير كبيرة من المجتمع يعني بالأردن ما عندهم فهم واضح لمين هم الفلسطينيين ما معهم أرقام وطنية. فكنا نسألهم إنه إحنا بدنا نتواصل مع فلسطينيين ما معهم أرقام وطنية، يدلونا على حدا يطلع هو أردني من أصل فلسطيني مثلاً. فهم يعني ما كنوش فاهمين تماماً مين الفئة اللي إحنا عم نبحث عنها، أو إنه يحكوا لنا مثلاً روحوا على مخيم غزة، هناك مخيم غزة بتلاقوا أشخاص فلسطينيين ما معهم أرقام وطنية. نرجع نحكي لهم إنه إحنا نحكي عن عمان والداتا اللي عندنا كبيانات يعني اللي حصلنا عليها من يعني من أمانة عمان من جهات رسمية، إنه في فلسطينيين ما معهم أرقام وطنية في عدد معين موجود بالمناطق المختلفة جوا عمان. التحدي كان إنه لأنهم جوا عمان فهم ما كانوا ساكنين بتجمعات جغرافية بمناطق معينة اللي يكون معروف والله إنه هاي المنطقة أو هاي الحارة والله في نسبة كتير كبيرة منها من الفلسطينيين ما معهم أرقام وطنية. كل ما رحنا أكثر على وسط عمان كل ما صارت العيلة مفرقة، يعني عيلة ساكنين لحالهم، حتى لما نيجي من خلالهم بدنا نعمل سنوبولينج إنه طب ممكن تعرفونا على يمكن ابن عمك اللي تجربته شوي مختلفة عنك، والله تقول لا ابن عمي أصلا مثلا مش بعمان، ساكن برا عمان إلى آخره. فما كان يكون سهل علينا نقدر نوصل للفلسطينيين، لأنه كمان يعني لما قدرنا نوصل لبعض منهم مثلا، عم بتذكر مثال من السيرفي لما كانوا الباحثين عم بيشتغلوا معانا، كان في شوية تخوف كمان. يعني حدا بالشارع بيجي بيسألك بمنطقة شوي ممكن يعني نفترض أنه فيها فلسطينيين ما معهم أرقام وطنية، يجي عليك يقول لك هل مهتم تشارك ببحث؟ إحنا عم نبحث عن فلسطينيين ما معهم أرقام وطنية، فأقول لك لا أنا معي أرقام وطنية، أنا أموري تمام. لأنه كمان شوي يعني الموضوع حساس، فكرة أنك بدك تطرح عليهم أنه إحنا عم نعمل بحث وهم يرتاحوا لفكرة البحث ويعطوك فرصة أنك تشرح التفاصيل ويفهموا غايته، ما يحسوا انه الموضوع ممكن يكون سياسي اكثر ما هم حابين انه يعني يطرحوه كموضوع سياسي، برضو ما كانت شغله يعني سهله علينا. فبالنهايه اكيد يعني العين اللي قدرنا نوصلهم من الناس اللي قدرنا فيزيكلي نوصلهم، وهم الناس اللي كمان ما كان عندهم مشكله انهم يشاركوا بالبحث وبالاستبيان تبعنا كفلسطيني معهم ارقام وطنيه. جميل. ايش في سؤال ممكن؟ شكرا جزيلا دينا. عنا باقي لنا من الوقت كمان ربع ساعة، بحب أسأل أنس أنت لسه معنا؟ أنس أوكي أنس مش معنا، ما بعرف شو عم بصير. أنس you're still there. عظيم. أنس دكتورة رشا ستيتية عم تسألنا سؤال، شو النصيحة اللي لازم نقدمها للشباب اللي موجودين اليوم بالجامعة وبدهم يطلعوا لسوق العمل؟ بحب أربط هذا السؤال أنس باعتبار إنه نحن قدرنا نلعب هاي اللعبة بالبيراميديك ليجو، بحب أربط هذا السؤال أنس مع كيف أثناء التجربة اللي عملناها ونحن عم نعمل التجربة التحليلية، كيف شفت الشباب قادرين
يتحدوا الستاتيسكو النظام التقليدي المنظومة التقليدية، سواء كان بابا شو بده، ماما شو بدها، المجتمع شو بده، ويحققوا ذاتهم، يسعوا إلى أنهم يوجدوا بادرة التغيير. كيف تقدر تجاوبنا على هذا السؤال وتربط بالسؤال اللي عم تسألنا يا دكتورة ستيتية فيما يتعلق ب شو لازم نقول للشباب اللي طالعين العمل؟ تفضل. سؤال ممتاز صراحة، ولازم كان نحكي أكثر عنه، فسعيد إنه رح أقدر أحكي أجاوب، إنه في مساحة أجاوب على السؤال. بحس إنه أنا كنت حزين إنه ما سمعت كلمة منتشر أو ما بعرف كيف ممكن ترجم منتشر، عشان هي مش من كلمات أصلاً أنا كبرت وأنا بسمعها. التعليم الموديل القدوة التعليمية القدوة التعليمية بس الإرشاد توجيه والإرشاد عظيم، هي في توجيه والإرشاد ممتاز، ومش شرط يكون أكاديمي، يعني ممكن يكون تقني، ممكن يكون فني، ممكن يكون بالمجال اللي أنا مهتم فيه. فأكثر نصيحة وأكثر مساحة أنا بحس إن إحنا الشباب عنا بحتاجوها في البلد هي مساحة الإرشاد، لأنه الأهل دائماً بيرشدوا من منظورهم، وإشي ممتاز بس لا يكفي، لازم يكون في، وممكن كمان إذا في معنى أهل عم بسمعوا يكون الإرشاد، يكون الأهل يساعدوا إنهم يشبكوا أولادهم أو الشباب اللي موجودين عندهم مع العلاقات اللي موجودة عندهم، والدي والدتي عندهم علاقات بشبكوني مع أشخاص، أنا مهتم بالهندسة المعمارية، والدتي عندها صديقة مهندسة معمارية تشبكني معها، ممكن هذا. ففي في في أهل عندهم الحس إنه بحبوا يعمل هذا الشيء، ونصيحتي إنه لكل الأهل، لكل الأفراد، لكل الشباب، ابحث عن شخص ممكن يساعدك أو يساعدك بالمجال اللي ممكن نكون مهتمين فيه. فحتى قبل ما ندخل على الجامعة، أنا كبرت وكنت أفكر حالي بحب الكمبيوتر ساينس، درست كمبيوتر ساينس سنة، بعدين اكتشفت إنه أنا مش حدا بحب أقعد ورا الكمبيوتر. يمكن لو عملت حوار واحد مع شخص فهمني أكثر إذا بدرس كمبيوتر ساينس شو المستقبل تبعي، كان ممكن أستفيد من هاي السنة بإشي تاني. فالإرشاد جدا 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 إشي مهم، ويكون خارج نطاق المدرسة، خارج نطاق الجامعة، لازم يكون دائما في هذا الشخص اللي احنا نحب نتعلم منه، العلاقة بيننا وبينه تكون نيوترال، ما فيها اي انه مش علاقة أسرية، مش علاقة تعليمية، مش علاقة بنطاق العمل. حتى هذا الاشي مش مربوط بمرحلة معينة من الحياة، يعني الواحد بيوصل عمره 60 سنة بيكون دكتور أو ناجح جدا في مساره، بس لازم يكون في هذا الشخص. فإذا في أي شاب عم بسمعنا أو أي شخص بأي مجال واليوم ما عندك مرشد أو منتور، لاقي حدا يساعدك. الحوار هذا جدا 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 بيساعد، وخلينا دائما نكون نكبر جواتنا ونعرف إحنا أكثر كيف نقدر ننتج أكثر. بصير أضيف شغلة هون أنا عروب إذا في مجال. Please go ahead. بدي برضو أزيد على هذا السؤال، يمكن جانب ما قبل دخول الجامعة، يعني مش بس الانتقال لجامعة لسوق العمل، بس الانتقال من المدرسة للتعليم العالي بغض النظر شو نوعه. لأنه واحدة من الشغلات اللي كانت بالبحث تبعتنا مبينة إنه في فئة من السوريين والفلسطينيين ما معهم أرقام وطنية، خصوصي اللي جايين من بيئات يعني اقتصادية صعبة شوي، هم محاطين دائما بأشخاص يعني ما دخلوا جامعة، ما كملوا تعليم، فبصفي إنه طموحهم هم كمان مبني على هذا الموضوع. ولما يكون السؤال المباشر ليه انت مش مهتم انك تكمل تعليمك او انك تكمل توجيهي حتى الى اخره، بيكون دائما الجواب ما هو انا ما رح اقدر ادرس وانا ما رح اقدر اشتغل. وطبعا انا مش قصدي احكي انه ما في عائق قانوني يعني للاشخاص ما معهم ارقام وطنيه، اكيد يعني اي شخص سوري وفلسطيني ما معه رقم وطني رح يضطر انه يدرس على الانترناشنال ستريم او اذا كان او بالمدار او جامعات الخاصه، ولكن هذا لا يعني إنه ما في سبل لمناورة هذا الموضوع. يعني في أكيد عنف رح يكون يعني ممنهج ضدهم في الدخول لفرص التعليم العالي، ولكن بنفس الوقت في مساحات يعني صغيرة مضيئة هنا وهناك. اللي بصير أحيانا إنه الشاب صبية بيكون محيط نفسه بدائرة معينة وما يعني
يعني ما بتوصلوا معلومة كيف ممكن هو يتغلب عن هذا النظام، يعني كيف ممكن هو يتحدى هذا التحدي، هذه المشكلة. وإحنا ما عم نحكي إنه يتحدى يعني إنه يروح على وزارة التعليم العالي ويغير السياسات يعني، بس لا، ضمن السياسات كيف ممكن يلاقي طريقة معينة إنه يكمل دراسته. فكنت بحس إنه للأسف ما كان في مؤسسات أو جهات يعني بغض النظر، أو حتى جمعيات محلية أو تجمعات من الشباب نفسهم اللي بتقدر كمان زي ما حكى أنس، مش تعطي توجيه للشباب اللي بالجامعة كيف بدهم يدخلوا سوق العمل، لا، تعطي توجيه للشباب اللي لساتهم بمراحل دراسية مختلفة، صف تاسع عاشر، كيف إذا هو فعلا ناوي إنه يكمل الدراسة ما يحط عائق القانوني كيعني كحد فاصل وخلص إنه أنا ما رح أقدر إني أتحدى. في كثير شباب يعني قدروا انهم يلتفوا حول المنظومه، قدروا يلاقوا جهات مؤسساتيه او افراد يدعموهم، في كثير اشخاص قدروا يعني يستفيدوا من كمان الدعم المادي الكبير اللي عم بيجي للاردن عشان اللاجئين عشان يحصلوا على هاي الفرص. هلا هي ما بتكفي جميع الشباب والصبايا، احنا نعرف انه هي ما بتكفي النيد يعني، ولكن كنت أحب أحكي عن هاي الشغلة لأنه كنت أحس أنه كتير بتأثر على تصور الشاب لنفسه، عن تصوره لمستقبله، عن طموحه هو كمان، فقط لأنه هو مش شايف حواليه نموذج قدر يوصل. فيمكن كمان هون بيجي دور يعني الأدوات الإبداعية أو النتائج الإبداعية اللي إحنا عم نشتغلها، أنه ممكن شاب وصبية شاركوا معنا بالبحث يطلعوا على الأعمال الفنية أو يعرفوا عن قصة شباب وصبايا تانيين، ومن خلال إن هم بس يتعرفوا على قصتهم يشوف إنه أنا في كتير إشياء بتشارك فيها معك، بس أنت قدرت تمشي بهذا المسار وأنا بقدر أتبعك فيه يعني، أو أنا أستفيد من شوي من تجربتك. ف يعني عشان هيك كنت يعني كثير حابه انه بالبحث تبعنا ما يوقف عند الجانب الاكاديمي، يتم استخدام الجوانب الابداعيه كاداه بحثيه وكمان كمنتج يعني بفرجي شو المخرجات المختلفه اللي صارت اللي طلعت معنا بالبحث. شكرا جدا دينا، جميل اللي حكيتيه، بربط بسؤال انا حاطته اني اسالك عنه بما انك حكيتي عن موضوع المنتورشيب، يعني نبني على اللي حكى انس. قد ايه بما انه نحن كثير كنا فخورين بال300 جسم اللي قدرنا نمسحهم جغرافيا في محافظه عمان اللي هم بيشتغلوا مع الشباب وللشباب، من الشباب ومع الشباب، قديش شو بنظرك هاي الأجسام فعلا قادرة إنها تلبي احتياجات الشباب؟ لأنه هذا يعني رقم ضخم، ونحن كنا نفسنا مذهولين من هذا الرقم، فبحب أسمع رأيك بهذا الأمر. ومعنا يعني كم دقيقة باقية، بحب كمان أسأل دانا عن مفهوم الشباب وكيف شافت مفهوم الشباب بالرسومات. قديش الشاب الأردني السوري الشاب، المقصود من هالفتاوى الشاب الأردني السوري والفلسطيني، كانوا قادرين إنهم يحسوا إنهم شباب؟ شو عانت عندهم كلمة الشباب أثناء رسوماتهم على الرغم من التحديات والصعوبات؟ دينا رح أرجع لإلك قبل ما نروح لدانا، تفضلي. تمام، أوكي، رح أحكيك سريعاً عشان الوقت. طبعاً البحث ما كان بيهدف بشكل أساسي إنه هو يقيم يعني مثلاً المؤسسات أو الأجسام هاي ودورها، ولكن كملاحظة يعني كأوبزرفيشن من الشغل اللي اشتغلناه في كم هائل من المؤسسات وبتغطي جوانب مختلفة. إذا بدي أحكي نقاط أساسية، ما كان في مؤسسات أو جهات بتركز على الفلسطينيين ما معهم أرقام وطنية، وحتى المؤسسات الأخرى اللي بتقول إنه إحنا بنخدم جميع الشباب في الأردن، لما نطلع أكثر على مشاريعهم بناء على الفندق اللي هم ماخدينه يعني للأسف وبالتأكيد، كانوا بس يمكن بيخدموا الأردنيين أو بيخدموا السوريين، اللاجئين السوريين. فهم بالناراتيف تبعهم بيقولوا إنه إحنا بنخدم جميع الفئات، ولكن لما تطلع على الكرايتيريا للاستفادة من المشاريع المختلفة، اللاجئ الفلسطيني إما ما بيقدر يكون يستفيد، أو الشغلة الثانية إنه ما بيتم مخاطبته بالإعلان. يعني ممكن بيقدر يستفيد لو هو راح على هاي المؤسسة وقالها أنا بدي أخذ هاي البعثة أو بدي أستفيد من هذا البرنامج أو هذا المشروع، بس هو ما بيكون شايف بالإعلان مذكور فئته كفئة شاب ممكن يستفيد، فبفضل هذا المشروع ما رح يفيده، فبالنهاية بتصفي إنه هو مش رايح ومش مستفيد من هاي الخدمة. فهاي كانت واحدة من الملاحظات. الشغلة الثانية إنه المؤسسات كان يعني في بعض الشمولية، يعني في أشياء بتركز على
الانفورمال ليرنينج للاصغار، في ناس بتركز على موضوع التعليم العالي، في ناس بتركز على الرياده المجتمعيه، وكان في يعني تركيز كثير كبير على موضوع الرياده المجتمعيه كمان كحل يعني لمعضله اللاجئين في دخول سوق العمل بالاردن. بس بعتقد الجانب اللي كان يعني غير موجود بتاتا هو الجانب اللي بده يشتغل مع الشباب انفسهم لتنظيم انفسهم او اي فئه يعني متاثره، عشان الشغل على السياسات بالتحديد، او الشغل على انه يكون لهم دور او صوت بشو وين الفندنج عم بيروح، شو المشاريع اللي راح تكون، كيف هم لهم يعني هل لهم جانب تشاركي بتصميم هاي المشاريع او لا. فهذا الجانب كان مش موجود بتاتا. وشغلة ثالثة كنت حابة كمان أحكيها، إنه كان في كمان يعني إما شباب وصبايا تقابلناهم ما بيعرفوا أبداً عن المؤسسات اللي حواليهم والخدمات اللي ممكن تقدمها والمشاريع اللي ممكن تقدمها، وكان في فئة أخرى من الشباب والصبايا اللي مستفيدين من عدد كبير من المشاريع ومن المؤسسات. فهدول الشباب حتى يعني نقعد نحكي معاهم يقولوا لنا آه بعرف إحنا أولاد مؤسسات، يعني إنه هو بعرف السيستم وعارف إنه هو كل ما يستفيد من المشروع ممكن يأخذ بدل المواصلات عليه، فهو بس بيقدم على المشروع هذا عشان يقدر يغطي تكلفة من يعني تكاليف حياته، فعارف كل شبكة المؤسسات وكلهم بيعرفوا، يمكن نفس مشروعه مثلاً الريادي بيستفيد من خدمات 4 أو 5 مشاريع أو مؤسسات مختلفة. فبرضو يمكن المؤسسات ما كانت عم تبذل جهد كافي بأنه هي توصل لناس من مختلف الخلفيات والجغرافيات، يعني مثلاً إذا عندهم لازم يوصلوا لمثلاً 600 شخص، مين أسهل 600 شخص هم يوصلوا لهم إلهم، ولكن مش كيف ممكن يوصل أكثر حاجة أو الأكثر شخص يعني متضرر من الموضوع. فبس هذا كمان شغلة سريعة. شكراً شكراً شكراً. نحن فقدنا دانا. دانا كانت حذرتنا أنه الإنترنت عندها ضعيف، ففي احتمالية أنه نفقدها. فذات أوكي، بنتمنى من الأفراد اللي موجودين معنا أنه يدخلوا على الويب سايت تبع Center for Lebanese Studies ويدخلوا Trajectories، يدخلوا على المعرض الافتراضي، وزي ما قالت لنا دانا لا يقدر يشوفوا الطريقة اللي يعبر الشباب فيها عن تحدياتهم، عن صعوباتهم، عن الترنينج بوينت والترانزيشنز اللي هم مروا فيها بحياتهم. أنس، رح أختم بسؤال لإلك، ويعني لنفكر فيه ونسكر حوارنا اليوم. كيف حسيت الفروقات اللي بتختلف، فرق الجنسية، قديش فرق إنه أنا أكون سوري أو لبناني أو أردني بحصولي على بعض الحقوق؟ كيف عبروا عنها الشباب؟ وهل هذا الفرق حسيتوا إنه أثر في خياراتهم لما كانوا عم برسموا لنا الهرم تبع الليجو؟ قديش هذا الاختلاف ريلي فرق بحياة هدول الشباب؟ وهذا بيجاوب على كمان سؤال كانت أثارته الدكتور عايدة. شكراً عروب. اللي كنت عم أحاول أحكيه بالأول إنه ما كان في نمط، يعني ما قدرنا نلاقي طريق مباشرة إنه نربط شو الجنسية أو من وين هذا الشخص مع فرصه بالحياة. ولكن أكيد هي كانت جزء أساسي، يعني كلمة النزوح أو كلمة تغيير مكاني كانت جزء أساسي من الأشياء اللي أثرت على حياة الجميع، سواء السوري اللي نقل على الأردن زي ما حكيت، أو الأردن اللي نقل من منطقة لمنطقة، أو من حارة لحارة، أو من محافظة لثانية، وكيف هذا الموضوع أثر عليهم كثير. فلابد أنه التغيير المكاني والنزوح واللجوء كان من العوامل الأساسية اللي بشكل عام بتأثر على شكل حياة الشباب وفرصهم، سواء إيجابياً أو سلبياً. وعشان بحب دائماً أدعم الجواب بأمثلة، في شاب سوري قابلناه وهو من الطلاب اللي جداً متفوقين في واحدة من الجامعات نوعاً ما صعبة في الأردن، وعم بدرس هندسة. بعد ما قابلناه ل 45 دقيقة اكتشفنا انه هو سوري، يعني هو حكى كلمة معينة فسألناه ليش انت مش اردني، لانه كل شيء حكاه ما كنا متوقعين انه يكون انه هذا شخص لاجئ، لان من الفرص اللي اخذها من الحياة ما حطها كعقبة، ولما رتب الكلمات حطها اخر كلمة او حتى حكى بقدر استغني عنها. ولكن في شخص ثاني سوري اول ما بالثانيه اللي بلش فيها حطها اول كلمه، حكى انه انا لو انه اليوم بسوريا كل حياتي كانت مختلفه، او لو انه
أنا بفلسطين أو بغزة أو فمرة ثانية ما كان في أي طريقة ممكن نشوف إنه خلاص إذا أنت سوري معناته الكلمة هاي لازم تكون رقم أو واحد أو اثنين، إذا أنت فلسطيني هاي الكلمة لازم تكون بالأول أو بالأخير، لأنه كنا نتفاجأ كل شخص له تجربة مختلفة. وهذا الشيء بيثير فضول بالبحث إنه طب لو إحنا ما عملنا هاي التجربة كيف كان ممكن نعرض النتائج بطريقة تكون شمولية تكون واقعية، لأنه فعلا كل أثبت البحث إنه كل شخص عم بمر بتجربة مختلفة وفي أشياء مشتركة بترتيبات مختلفة. فدائما في مساحة نتعلم من الشباب إنه ما فيش نمطية، النمطية هي شيء غلط. شكرا جزيلا. عم ننهي بفكرة جميلة جدا. استمتعت بالحديث معكم، استمتعت بالتجربة معكم بالميدان وبالتفكير وبالتحليل مع الشباب. دانا رجعت لنا، كنت دانا عم بسأل كيف شفنا الشباب عبروا عن حالهم كشباب. كان هذا إحدى الأسئلة اللي أنا ودينا من البدايات حسينا إنه هل بيستحق فعلاً إنه نحن نسأل الشاب هل أنت بتشعر حالك كشاب؟ وهذا السؤال كنا عم نثيره باعتبار إنه في كتير ناس حملوا المسؤولية بعمر كتير مبكر. فقديش هذا الحكي أثر على رؤيتهم لذاتهم بإنهم ما زالوا شباب؟ نحن بلشنا ننهي، كثير من الناس هم عم بيطلعوا، شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. بس بحب انه ننهي مع نظرتك لفكره الشباب دانا، اذا في عندك شيء تحكي لنا اياه ونشكر الجميع، تفضلي. اللي ممكن احكيه بطريقه مبسطه انه هاي التجربه كانت منيره، ممكن احكي لإلي أنا شخصياً كشخص اشتغل مع الشباب في هذا التمرين، للأشخاص اللي مسؤولين عن البحث وللشباب نفسهم. يعني أنا شخصياً إني تتاح لي الفرصة إنه أقابل هالعدد مختلف من الشباب من جنسيات مختلفة، من بلدان مختلفة، من تجارب مختلفة. لإلي كان إشي كتير تعلمت منه، غير إنه الشاب نفسه أو الشابة لما الواحد يحكي عن تجربته، لما الواحد يعيش تجربته بدون ما يعبر عنها بأي طريقة، غير لما الواحد يبلش يحكي عن التجربة ويبلش مش بس إنه يعبر عنها بطريقة كلامية، كمان بطريقة بصرية وبطريقة رسم. هنا في الشباب بصيروا يفهموا قصتهم بطريقة أوضح. يعني الواحد لما القصة كلها تنحط قدامه مرة واحدة يصير عنده طريق نظر أوسع للقصة، فغير إنهم بيفهموا تجاربهم أكتر. ممكن في منهم أشخاص حكوا إنه إحنا ارتحنا أكتر بعد ما حكينا بهاي الطريقة. في ناس أكيد حسب الشخصيات وحسب التجارب اللي الأشخاص مرقوا فيها، في ناس مش كتير عبروا، يعني يدوب قدرنا نعرف حدث أو حدثين من حياتهم. في ناس عبروا كتير، عبروا بكل الأحداث اللي صارت بحياتهم، وهذا الإشي كان في ناس عبروا إنه استمتعوا فيه، في ناس عبروا إنهم كتير تضايقوا لما رجعوا تذكروا كل الأشياء اللي صارت معهم واضطروا إنهم يحطوها بطريقة بصرية. بس بالنهاية الكل رجع شاف تجربته بطريقة مختلفة، مش بس أنا عم بمرق بالإشي بس مش شايفه، أنا عم بحكي عنه وأنا شايفه وعم بورجيه لغيري. فهاي التجربة كانت رائعة، كانت فعليا تجربة استمتعنا كلنا فيها، تعلمنا كتير. وزي ما حكيت بأول حديثي، كتير صعب إنه نحن نقول إنه نحن عنا findings results، لأنه نحن فعلا عنا متغيرات. وزي ما حكيت إنه في أوراقنا المتعددة هلأ نحن عم ننشرها بالعدد، بالمجلة اللي رح نعملها بالعدد الخاص،
حتى في الفيلم الوثائقي بحس إنه في عدد ضخم من المتغيرات رح نقدر نظهرها في مكان، مش رح نظهرها بمكان آخر، في مكان آخر رح نحلل جانب آخر، لأنه زي ما حكى أنس إنه ما كان في عنا نمطية. الحرب كل واحد شافها بطريقة. واحدة من الأشياء اللي لفتت نظرنا باللوحات دانا، بتتذكري في ناس كانت تحط مثلا يحط السكني عشان يعبر عن، أو الأحمر، أنا بتذكر اللون الأحمر لأنه أنا مثلا اللون الأحمر نظري هو الفرح. فكانت المفاجأة إنه في خمس شباب أجوا واحد ورا الثاني ورا الثالث وكلهم استخدموا اللون الأحمر، إنه هذا اللون المش منيح، هاي التجربة العاطلة تبعتنا. فيعني فجأة بنوقف بنقول يعني كيف كل واحد شاف تجربته المعينة، سواء كان تجربته التعليمية، تجربة الحرب، تجربة الاكتئاب اللي صار بعد الحرب إلى آخره. شكراً، شكراً لكم، شكراً لكل الموجودين معنا ولاهتمامكم بهذا البحث. بتمنى إنكم تضل عينكم على إعلاناتنا، لأنه نحن هاي المحاضرة الأولى أو الحوار الأول اللي نحن عم نبلشه. في كتير عنا themes عم بستنونا لنعرضهم معاكم، وإن شاء الله الأمور تبعت الكورونا بتتوضح أكثر بحياة الأردن وبحياة العالم، حتى أنه نقدر نعمل المعرض الفعلي اللي كنا مخططين أنه يصير بجبل الويبد بالعبدلي عفوا. فإن شاء الله تزبط معنا الخطة، ومن هون للصيفية بنقدر نعطي مجال لأكبر عدد ممكن من الشباب أنه يجي يشوف هذا العرض ويسمع الحكايات والروايات تبعت الأفراد. والأهم من ذلك إنه هاي هي يعني نحن عم نخلق عمالنا هاي السبيس، المساحة اللي بدنا الشاب إنه يفكر بحياة الآخر ويفكر كمان بمعطيات حياته وتغيرات حياته الشخصية. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية شباب، استمتعنا جدا بالحديث معكم. دانا يعطيك ألف عافية للكوريشن اللي عملتي لنا إياه بالمعرض. أنس شكرا جزيلا، فيقناك بكير. أنس موجود بأمريكا فبنشكرك لأنه فقت بكير وكنت معنا بحديثك وحكيت لنا عن التجربة والنظرية العلمية اللي استخدمت لنا إياها ببحثنا، وكتير استمتعنا بالفكرة والأسلوب تبع الليجو لأنه أعطانا مجال إنه نحن نعمل استفزاز فكري جميل جدا لدى الشباب لما كنا عم نعمل الجلسات التحليلية. فشكرا دينا، يعني عمود أساس كانت ببحثنا، يعطيكي ألف عافية لكل الجهود اللي عملتيها معنا، ومنتشوق إنه نشوف نتائج أبحاثنا. نحن هنا عم نخطط إنه نعمل ورقة بحثية عن هاي التجربة العلمية اللي إحنا عملناها، فإن شاء الله منطلعها بمادة مكتوبة. ونشكر كل الموجودين معنا اليوم، شكرا جزيلا ومساكم جميل. شكرا لك عروب. شكرا جميعا، شكرا عروب، سلام.